إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا البث المباشر كنعتذر على التأخير نظرا لظروف العمل. دونك كيف وعدتكم غندير إن شاء الله تصحيح ديال الامتحان التجريبي. كنت حطيته على لاباج ديال فيسبوك. هو امتحان تمرين ديال المسألة من امتحان التجريبي ديال 2007. كيف كتلاحظوا هذه هي الدالة في جزئين، الجزء الأول كذلك الجزء الثاني، متفقين؟ إذا على بركة الله. إذا قال لك لتكن جي الدالة العددية المعرفة على صفر بلس لانفيني بما يلي: جي دو إكس كتساوي ألان ديال إكس زائد واحد ناقص ألان دو إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد زائد واحد. سؤال رقم واحد قالك بين ان لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ديال جي دو اكس كتساوي واحد. مزيان، اذا اول حاجه غنبداو بها هو نكتبو جي دو اكس باش هكذا نكونو. اذا جي دو اكس كتساوي ماذا؟ كتساوي ln ديال اكس زائد واحد ناقص ln دو اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد زائد ماذا؟ زائد واحد. السؤال قالك بين ان سؤال بين ان لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ديال جي دو اكس كتساوي ماذا؟ كتساوي واحد. تخي بيان، دونك كيف كنعرفو كنبداو دائما لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس بلس لانفيني ديال جي دو اكس كنعوضو جي دو اكس بالقيمة ديالها. اذا نعوضوها بالقيمة ديالها، اذا جي دو اكس هي عندنا هي ألان ديال اكس زائد واحد ناقص ألان ديال اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد زائد ماذا؟ زائد واحد. تخي بيان، دونك الى درنا التعويض المباشر الى عوضنا غتعطيني هادي بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. الى درتي التعويض المباشر كتعطيك فورم انديتيرميني. علاش؟ هادي غتعطيك بلس لانفيني وهادي موان لانفيني، اذا هذا راه فورم انديتيرميني وبالتالي خصني نتخلص من هذا الشكل الغير محدد. إذا كيفاش شنو غندير؟ لاحظتو عندنا هنايا واحد ألان دو إكس زائد واحد ناقص ألان دو إكس، هادي إلا بقيتو عاقلين راه هي علاقة ديالاش؟ ديال ألان دو أ ناقص ألان دو بي. شنو هي؟ راه هي ألان دو أ على بي. إذا هي اللي غنحاولو نطبقو هنايا، وبالتالي شنو غتولي عندي؟ تساوي نتولي عندي ان ولا لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني غتولي هي ان ديال اكس زائد واحد على اكس، حيت هاد ان ا ناقص ان دو بي غتولي هي ان دو ا على ان دو بي، لاحظتو؟ ناقص واحد على اكس زائد واحد زائد واحد. تخي بيان، دونك هادي الى بغينا نحسبوها بوحدها، إلا بغينا نحسبو هادي بوحدها نجيو نبينوها كذلك، ندير واحد السطر باش تبان لينا. غتعطينا هي واحد زائد واحد على إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد زائد واحد. تخي بيان، دائما السؤال قالك بين أن جي دو إكس كتساوي واحد. تخي بيان، دونك شنو غنديرو؟ هادي غنجيو نحسبوها بوحدها. إذا لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى بلس لانفيني ألان ديال واحد زائد واحد على إكس، هادي إلى عوضناها بلس لانفيني واحد على بلس لانفيني هي زيرو، غيبقى ليا واحد. إذا ألان دو أ هي زيرو. تخي بيان، كذلك ديال إكس عندما يؤول إكس إلى بلس لانفيني ديال هاد ناقص واحد على إكس زائد واحد شحال غتعطيني؟ غتعطيني واحد على لانفيني كي هي زيرو. وبالتالي اشنو غيبقى ليا؟
شنو غتساوي ليا هاد النهاية؟ إذن هادي غتمشي ليا لزيرو، احنا بيناها هادي غتمشي لزيرو وهادي غتمشي لزيرو، إذن شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا واحد. هنا أولا جاوبنا على السؤال ديال لا ليميت ديال جي دو إكس كتساوي ماذا؟ كتساوي واحد. هذا هو السؤال واحد. تخي بيان، دونك شوفوا السؤال رقم اثنان. إذن السؤال رقم اثنان قالك بين أن جي بريم كتساوي ناقص واحد على إكس عامل إكس زائد واحد الكل لكل إكس من صفر بلس لانفيني، واستنتج منح تغيرات جي دو إكس على المجال صفر بلس لانفيني. دونك كنحسبو دابا جي بريم. تخي بيان، دونك جي نجيو هنا نحسبوها. إذن هنايا عطينا، نجيو نكتبو جي كتساوي ماذا؟ أولا جي بريم تساوي القيمة كلها، أولا جي كلها بريم زائد واحد ناقص ألين دو إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد ناقص واحد أولا زائد واحد الكل بريم. إلا درنا بريم غنديرو بريم هنا. كيف كنعرفو الإشتقاق ديال الألين؟ اللي هما الاشتقاق ديال الالين، حنا غنديرو فقط غير تذكير العلاقات. دا الالين ديال او بريم راه هي ماذا؟ راه على ماذا؟ على او، متفقين؟ وكذلك غنديرو تذكير هنايا واحد على اف. اذا واحد على اف شنو هي؟ هي ناقص اف بريم على اف او كار. جوج حوايج اللي غنطبقوهم باش نخرجوا هاد المشتقة هادي، متفقين؟ إذا نبداو على بركة الله. إذا جي دو إكس، إذا هنا ضروري نديرو مهما يكون إكس ينتمي إلى، قبل ما نبداو الإشتقاق، نقولو مهما يكون إكس، واش كيبان لكم ولا لا؟ مهما يكون إكس ينتمي إلى زيرو بلس لانفيني. عادي يمكن ليا نكتب هاد المشتقة هادي، متفقين؟ إذا هاد الشروط ضروريين. إذا غنبداو، إذا ألان دو إكس زائد واحد شنو قلنا؟ هي إكس زائد واحد بخيم على إكس زائد واحد، تخي بيان، ناقص كذلك هاد ألان دو إكس غتعطيني هي إكس بريم على إكس ناقص، افتح واحد معقوفة صغيرة هنا، بحال عندي واحد على إف، أشنو هي؟ هي ناقص إكس زائد واحد بخيم على إكس زائد واحد الكل أو كاري، تخي بيان، زائد واحد بريم راهي صفر، متفقين؟ إذا نحاول نبسط، إذا إكس زائد واحد بخيم غتعطيني هي واحد على إكس زائد واحد، كذلك هنايا إكس بريم غتبقى لي هي واحد على إكس، إذا هنا عندي ناقص مع هاد الناقص غتعطيك هي. هي زائد و إكس زائد واحد بريم على إكس زائد واحد الكل ماذا؟ أو كاري. تخي بيان، إذا هنا المقام واحد، لاحظتو هو إكس، إكس زائد واحد، هذا هو المقام واحد، وبالتالي هادي شنو غنضربها فاش؟ في إكس، في إكس زائد واحد، هنايا باش تعطيني إكس. أولا إكس في إكس زائد واحد أوكاري هنايا خصني نضربها فاش؟ إكس زائد واحد الكل أوكاري، هنايا باش تكون عندي إكس في إكس زائد واحد أوكاري خصني نضرب نبسط فاش؟ في إكس. تخي بيان، إذا نحاول نبسط الكتابة، إذا هنا إلا نشرت غتعطيني إكس أوكاري زائد إكس، هنايا أو ميم طو غنشر المتطابقة الناقص غتعطيني إكس أوكاري ناقص اثنان إكس زائد ماذا؟ زائد إكس على إكس عامل لإكس زائد واحد الكل. إذن دابا نحسبو، لاحظتو هنا عندي عددان متقابلان، هي إكس أو كاري هي مع ناقص إكس أو كاري، كذلك هنا عندي إكس مع إكس هي اثنان إكس مع هاد ناقص إكس هي غتمشي. إذا شنو غيبقى ليا؟
قالي هو ناقص واحد على اكس عامل اكس زائد واحد. اذا هذا الشيء اللي مطلوب مني نجبدو مهما يكون اكس ينتمي الى 0 بلس لانفيني. متفقين؟ احنا دابا جبدنا المشتقة. قالك واستنتج منحى التغيرات جي على 0 بلس لانفيني. هنايا قالك استنتج منحى التغيرات جي على 0 بلس لانفيني. هنا ما طالبينش مني جدول التغيرات، ولكن فقط غنستنتج من خلال هادشي اللي لقيت. اشنو لاحظتو؟ عندي اكس موجبة حيت كتنتمي للمجال 0 بلس لانفيني، اكس زائد واحد او كاري موجب، ولكن عندي ناقص الفوق. اذا هادشي كله غيكون سالب، وبالتالي مهما يكون اكس ينتمي الى 0 بلس لانفيني، شنو عندي؟ منحى او لا منحى تغيرات جي على هذا المجال كي غيكون جي غتكون تناقصيه. اذا جي غتكون تناقصيه على هذا المجال، على المجال اللي درنا 0 بلس لانفيني. علاش؟ لان مشتقه سالبه، وبالتالي منحى التغيرات ديالها غتكون تناقصيه. متفقين؟ اذا السؤال دابا رقم 3. اذا السؤال رقم 3، سؤال رقم 3 قال لك استنتج ان جي دو اكس اكبر قطعا من صفر مهما ينتمي الى صفر بلس لانفيني. تري بيان، حنا اشنو لقينا دابا؟ يلا جاوبنا هذا السؤال. اذا نديرو 3، قال لك بين ان جي دو اكس موجبة مهما يكون اكس ينتمي الى 0 بلس لانفيني. تري بيان، اشنو لقينا دابا؟ لقينا ان جي دو اكس كي دايره او لا جي تناقصيه على المجال 0 بلس لانفيني. تري بيان، وشنو لقينا ثاني؟ الى حسبنا وحسبنا كذلك لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ديال جي دو اكس، لقيناها واحد. اذا هاد جوج شروط هادو اش كنستنتج منهم؟ كنستنتج ان مهما يكون اكس ينتمي الى لانفيني فان راه موجبة على هاد المجال. متفقين؟ علاش؟ الا درتو جدول التغيرات غتلقاو لي جي دو اكس قيمة دنيا، ولكن هنا ما طالبينش مني نحط جدول التغيرات. اذا غنحاول نستنتج من خلال داكشي اللي حسبت. متفقين؟ اذا نشوفوا دابا الجزء الثاني. قالك لتكن اف دالة عددية لمتغير حقيقي اكس المعرف على اغ، بما يلي. عطيني هنايا دالتين او دالة مجزأة، فيها الدالة الأولى وكذلك الدالة الثانية. الدالة الأولى هي إكس عامل أو إكس فعلين إكس زائد واحد على إكس زائد إكس زائد واحد مهما يكون إكس أكبر هنا من صفر. وعطيني الدالة الثانية هي إف دو إكس كتساوي واحد ناقص إكس عامل إكس بو إكس مهما يكون إكس أصغر قطعا من صفر. تخي بيان، والسي إف منحنى الدالة في معلم متعامل ممنظم. عطينك هنايا البارع هاد السلم، وخصنا نحتارمو هاد الشيء في الإنشاء. سؤال رقم واحد، واحد ألف قال لك بين أن لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى بلس لانفيني ديال إكس ألين إكس زائد واحد على إكس كتساوي واحد، ثم استنتج لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى بلس لانفيني ديال إف دو إكس. تخي بيان، دونك خصني نبين هادي كتساوي واحد، خصني نبين هادي كتساوي واحد. إذا شنو غندير؟ أول حاجة دابا رقم السؤال، إذا يولي عندي واحد. إذا هنايا الجزء الثاني غنديرو واحد ألف، قالك بين أن هاد النهاية هادي إكس عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني ديال إكس زائد واحد على إكس كتساوي ماذا؟ كتساوي واحد. إذا كيفاش غنبينو هادي؟ شي ديجا شفناه، إذا شنو غنبينو؟ إذا لاحظتو هنايا
نبداو بالنهايه. اذا x عندما يؤول x الى بلس لانفيني x ln دو x زائد 1 الكل على x كتساوي ماذا؟ لا ليميت ديال x عندما يؤول x الى بلس لانفيني. هاد x هادي غنحاول نفرقها غنشوف اللي عندي هي x ln ديال 1 زائد 1 على x. حتى لهنا مزيان، هادي راه هي هادي، بحيث الى وحدتي المقام ترجع لهاد الكتابه هادي كتساوي ماذا؟ لانيميت ديال x عندما يؤول x الى بلس لانفيني نقدر نكتبها بهذا الشكل هادي، تولي 1 زائد 1 على x. هاد x اللي مضروبه هنايا غتولي هي 1 على x. علاش؟ حيت عندي بحال عندي هنايا a الكل على b على c، راه هي بحال قلتي c في a الكل على b. دونك كانت عندي هادي انا رديتها هادي، لا لاحظت اذا هاد الكتابه راه هي هادي، هاد الاكس هادي رديتها لتحت، بحيث الى قلبتها راه غترجع للاصل. تخي بيان، اذا هنايا غنديرو نضع، حيت هنا غنديرو بتغيير متغير، غنديرو نضع ان تي كتساوي نضرب اللون مغاير، نضع ان تي كتساوي 1 على اكس. هنايا عندي x كتؤول الى بلس لانفيني، بالتالي الا درت x كتؤول الى بلس لانفيني تي لاش غتؤول؟ تي غتؤول الى 0 الى عوضت x بلس لانفيني، غتعطيني تي كتساوي 0، بالتالي غتولي تي تؤول الى صفر. هذا هو تغيير متغير، وبالتالي النهايه غتصبح على هذا الشكل، غتولي تي تؤول الى صفر ln ديال 1 زائد ان سوغ اكس، غنعوضها باش بالتي، على ان سوغ اكس كذلك غنعوضها بالتي كتساوي ماذا؟ وهادي عندها علاقة في النهاية الاعتيادية ديال الان، كتساوي لينا شحال؟ شحال كتساوي؟ كتساوي 1، متفقين؟ كتساوي 1. ومنه فإن لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس إلى بلس لانفيني ديال x ln x زائد 1 على x غتعطيني هي واحد. هادشي اللي طالبين مني انا لقيتو، متفقين؟ تم تغيير المتغير. دابا السؤال قال لك واستنتج النهايه ديال f دو x عندما يؤول x الى بلس لانفيني. اذا غنعوض، نجي غنعوض حتى النهايه، اذا ليميت ديال x عندما يؤول x الى بلس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي، كنجي نعوضها بالقيمه ديالها. اذا اف دو اكس راه عندنا هي اكس ln ديال اكس زائد 1 على اكس زائد اكس زائد ماذا؟ زائد 1. تخي بيان، هذه يلا لقيناها كتساوي 1. تخي يلا لقيناها كتساوي 1، بقات لينا اكس، إذن اكس غنعوضوها، هذه كتعطينا 1، هذه غتعطينا بلوس لانفيني، إذن شحال غيبقى ليا في الأخير؟ غيبقى ليا بلوس لانفيني، دونك هذه مخرجة راسها، هذا هي الاستنتاج، متفقين؟ إذن هذه يلا كنا جاوبنا عليها، لقينا النهاية ديالها 1، غنعوض اكس بلوس لانفيني، وبالتالي النهاية غتعطينا كلها بلوس لانفيني. سؤال واحد ب، قال لك حدد لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى موال انفيني ديال اف دو اكس، واول نتيجة هندسيا، واول ماذا؟ النتيجة هندسيا. اذا غنجي نحسب، ندير واحد ب، غنجي نحسب النهاية ديال اكس عندما يؤول اكس الى موال انفيني ديال اف دو اكس، اذا غنجي نكتبها هنايا وغنعوض. اذا نعوضها بالقيمه ديالها، اذا النهايه غتعطينا هي واحد ناقص اكس اكسبو اكس. دونك نحاول ننشر، الى عوضتي غتعطيك فورم انديتيرميني، غتعطيك هنا بلوس لانفيني زيرو، اذا فورم انديتيرميني، وبالتالي شنو ندير؟ نحاول ننشر. اذا الى نشر داك الاكسبو شنو غيولي؟ غيولي هو اكسبو اكس
ناقص x x بو x. وهذه كيف كنعرفو؟ كيف كنعرفو؟ عندنا نفس علاقة ديال الطرس ديال الدوال الأسية، أن لا ليميت ديال x عندما يؤول x إلى موال انفيني ديال x x بو x شحال كتعطينا؟ كتعطينا صفر. وكذلك موال انفيني ديال x بو x كتعطينا ماذا؟ كتعطينا صفر. وبالتالي هاد النهاية هادي كلها غتساوي ليا ماذا؟ غتساوي ليا صفر. متفقين؟ إذا غتساوي ليا صفر. إذا قالك دابا التأويل الهندسي ديال هاد النهاية، هاد النهاية هي نكتبها لكم هنا، موال انفيني ديال اف دو اكس عطاتنا صفر. اش كتعني؟ كتعني أن إكراك كيساوي صفر كيدير مقارب للمنحنى سي اف في جوار موال انفيني. هذا هو التأويل الهندسي. متفقين؟ دابا ندوزو السؤال جيم أولا واحد جيم. سؤال واحد جيم قالك بين أن اف متصلة في صفر. تخي بيان، لاحظتو هنا عندنا الدالة مجزأة. بالنسبة لهاد الدالة رانا حطيتها لكم في الباج، يعني حاولوا تشوفوها. دابا عندي كنتصور غير بالتليفون دونك ضعيفة. بالنسبة للاتصال عندي دالة مجزأة، عندي حسب الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. متفقين؟ إذا نبداو بالاتصال على اليمين. إذا الاتصال غنديرو واحد واحد جيم. السؤال قالك بين أن اف متصلة في صفر. تخي بيان، دوك ندير اتصال على اليمين اتصال على اليسار. دوك نحسب الاتصال بعدا أو نحسب النهاية على اليمين ديال اف دو اكس. ناخد الدالة اللي كتمثل ليا على اليمين اللي هي اكس، ln ديال اكس زائد واحد على اكس زائد اكس زائد ماذا؟ زائد واحد. تخي بيان، دونك اشنو غتولي هادي الكتابة هادي؟ إذا غنحاولو هاد ln دو اكس غنفكوها. شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي هي اكس عندما يؤول اكس إلى صفر بلس. اشنو غتولي عندي؟ غتولي عندي اكس غنفتح معقوفة باش هاد ln ديال ا ln دو ا على ln دو بي غنفككها. تولي هي ln ديال x زائد واحد ناقص ln دو x ونصل القوس زائد x زائد واحد. غنشر دابا هاد ال x هادي. إذا كذلك تساوي لا ليميت ديال x عندما يؤول x إلى زيرو بلس. غنشر هاد ال x تولي ln ديال x زائد واحد ناقص x ln دو x زائد واحد. تخي بيان، هادي كنعرفوها حنايا كتعطينا صفر. هاد اكس لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى زيرو بلس ديال اكس ln دو اكس في العلاقة شحال هي؟ صفر. وكذلك هادي شحال غتعطينا؟ تعطينا حتى هي صفر. دو اكس زائد واحد الى عوضتي بزيرو بصفر غتعطيك هنايا ln دو ان. ln دو ان و اكس غنعوضها بزيرو. ln دو ان هي زيرو، زيرو في زيرو هي صفر. وبالتالي شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا اكس زائد واحد. اكس غنعوضو بصفر، اذا كلشي غيبقى ليا هو واحد. دونك هادي يلا بينا تمشي ليا لزيرو، هادي غتمشي ليا لزيرو، هادي غتمشي ليا لزيرو. اذا شنو لقينا؟ النهاية صفر على اليمين ديال اف دو اكس عطاتنا واحد. متفقين؟ دابا نشوفو على اليسار. إذا لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى صفر على اليسار ديال إف دو إكس كتساوي ماذا؟ لا ليميت كنجيو نعوضو الدالة اللي كتمثل ليا اليسار اللي هي واحد ناقص إكس إكس بو إكس. تخي بيان، هنايا غنحاولو نشرو هاد إكس بو هادي. إلا عوضتي غتعطيك فورم إنديتيرمينال. متفقين؟ دونك نحاولو هنايا نعوضو. إلا عوضنا تعطيك هنا زيرو، هنايا واحد،
اذا هنايا غتعطيك ماذا؟ غنحاولوا نشرو شنو غتعطينا. غتعطينا هي زيرو موان، غنشرو هاد الاكسبو هادي. اذا شنو غتولي؟ غتولي هي اكسبو اكس، غتولي هي اكسبو اكس ناقص اكس اكسبو اكس. متفقين؟ اذا الى عودنا تعطينا هنايا هذا غيعطينا صفر، وهنا اكسبو زيرو غيعطيك هو واحد. متفقين؟ علاش؟ لان ديما كندير التعليل زيرو موان اكس اكسبو اكس، هنا كذلك غتعطينا صفر. علاش؟ اكس غتعوض بزيرو، اكسبو اكس زيرو هو واحد، وزيرو في واحد هو صفر. هي اكسبو اكس كذلك غنجي نكتبها، غتعطينا هي واحد، وبالتالي غتعطينا هي واحد. اذا استنتاج اشنو غنستنتج؟ كنستنتج ان لا ليميت ديال اكس، عندما يقولوا اكس زيرو بلس على اليمين كتساوي لا ليميت ديال اكس عندما يقولوا اكس الى زيرو موان ديال اف دو اكس كتساوي ماذا؟ كتساوي واحد. عندهم نفس القيمة، إذن عندهم نفس القيمة، خرجت لي واحد، إذن كتساوي صورة اف لي لصفر. إذن ومنهم اف راه متصلة في صفر. إذن هو الاستنتاج، كنحسب النهاية على اليمين كذلك النهاية على اليسار، وكنشوف واش غتعطيني نفس القيمة. إلا عطاتني نفس القيمة راها متصلة في ديك النقطة، إلا عطاتني قيمة ديال اليمين كتخالف القيمة اللي على اليسار كنقولو راها غير متصلة. تخي بيان، دابا نشوفو ثانيا، ندرس قابلية الاشتقاق اف على اليمين في صفر وعلى اليسار في صفر، ثم أول نتيجة هندسيا. دابا غنديرو الاشتقاق. تخي بيان، كاع كتعرفو العلاقة ديال الاشتقاق. إذا غنديرو اثنان اشتقاق، غنبداو على اليمين. إذا غنديرو لا ليميت ديال إكس زيرو بلس، غتعطيني هي إف دو إكس ناقص إف دو صفر على إكس. إذا غنجيو نعوضو لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زيرو بلس إف دو إكس، غنعوضها بالقيمة ديالها إف دو إكس. شتي كيبان ليكم ولا لا؟ إذا إف دو إكس غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي إكس ln ديال إكس زائد واحد على إكس زائد إكس زائد واحد ناقص إف لصفر. إف لصفر لقيناها هي واحد، تعطيني ناقص واحد على إكس. تخي بيان، تساوي ماذا؟ كنجيو نعوضو القيمة. إذا لاحظتو هنايا عندي عدد المتقابلين واحد وناقص واحد، إذا شنو غيولي عندي؟ غتبقى عندي غي إكس ln ديال إكس زائد واحد على إكس الكل على إكس. تخي بيان، إذا شنو غنديرو؟ شنو غنديرو؟ زائد ماذا؟ زائد إكس. إذا غنحاولو نقسمو، إذا غنحاولو نقسمو المقام، كل واحد غنديرو تحت من إكس. إذا هنايا تولي إكس عندما يؤول إكس إلى زيرو بلس إكس ln دو إكس، غتمشي إكس مع إكس، غتبقى ليا في بلاصة ln ديال إكس زائد واحد على إكس. هنايا شنو غيبقى ليا؟ إكس على إكس غتولي زائد واحد. علاش؟ فرقت المقام، درت هاد الجهة بوحدها وهاد الجهة بوحدها. تخي بيان، إذا هنايا إلا بغينا نحاولو نكملو كذلك، تولي إكس عندما يؤول إكس إلى زيرو بلس، نحاول نفرق هاد الإكس غتولي واحد زائد واحد على إكس زائد واحد. تخي بيان، هادي في زيرو بلس شحال كتعطيني؟ هادي في زيرو بلس غتعطيني واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني. إذا ln دو بلس لانفيني هي بلس لانفيني. نجي نكتبها هنايا، زيرو بلس ديال ln ديال واحد زائد واحد على إكس غتعطيني بلس لانفيني. إذا النهاية أولا الإشتقاق كله غيعطيني بلس لانفيني في الأخير. إذا هادي غتعطيني بلس لانفيني. التأويل الهندسي هنايا شنو غنقول؟ اف غير قابل للاشتقاق. اذا اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين في صفر.
علاش حين نحسبنا الشقاق عاليه من الصفر عطاتني الانفيني. اذا هنايا كنقولوا اف غير قابله للاشتقاق غير قابله للاشتقاق. اذا كنديروا استنتاج سي اف يقبل نصف مماس كيدير عمودي موجه نحو الاعلى في النقطه اش صفر اف لي صفر صفر اف لي صفر راهي واحد. اذا في هذه النقطه هذه تما ملي غنرسمو في النقطه تما فين غنرسمو هاد نصف مماس هذا. تري بيان. دابا نمشيو دابا للاشتقاق على اليسار. نديرو الاشتقاق على اليسار بنفس الطريقة. نديرو إكس عندما يؤول إكس إلى زيرو موان ديال إف دو إكس ناقص إف لصفر على إكس. غنجيو نعوضو الطريقة. الاشتقاق راه ساهل بحال كتحسب شي نهاية. إذا كتعوض بالدالة اللي هي الدالة اللي هي واحد ناقص إكس إكس بو إكس ناقص اف لي صفر لقينا هي واحد على اكس. اذا نحاول ننشر هاد اكس بو. اذا شنو اللي تعطينا؟ تعطينا اكس بو اكس ناقص اكس اكس بو اكس ناقص واحد الكل على ماذا؟ على اكس. متفقين؟ اذا شنو غتولي عندي هنايا؟ شنو غتولي عندي؟ لا بغينا نقادو الامور غتولي عندي هي لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زيرو موان. شنو غندير؟ ردو البال هنايا غتولي هاد إكس بو إكس ناقص واحد على إكس ناقص إكس إكس بو إكس على إكس. كذلك أنا فرقت المقام. متفقين؟ غتمشي ليا هاد إكس مع هاد إكس. لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زيرو موان ديال إكس بو إكس ناقص واحد على إكس ناقص إكس بو إكس. هادي عندنا كتساوي ماذا؟ كتساوي واحد. علاش؟ لان عندنا في الطرس النهايات الاعتياديه ديال الاكسبو راه عندنا اكسبو اكس ناقص واحد على اكس كتعطينا هي واحد عندما يؤول اكس الى صفر. تري بيان. دونك كتولي عندي هنا واحد و اكسبو اس زيرو هي واحد. حتى هو غنجي نكتبو هنايا لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى زيرو موان ديال اكسبو هي تعطيني واحد. اذا واحد ناقص واحد يعطيني هنايا هي صفر. وبالتالي اشنو غنقول؟ اف هنايا عطاني عدد. اذا اف قابلة للاشتقاق على اليسار في فاش في صفر. وبالتالي نديرو سي اف. اذا هنا نديرو تأويل هندسي. إذا سي اف يقبل نصف مماس نفس مماس دو المعادلة. علاش؟ لأنه أنا قابل للإشتقاق. وبالتالي إذا كان قابل للإشتقاق على اليسار يكون عنده نصف معادلة عنده نصف مماس دو المعادلة. نديرو إكراك كتساوي ماذا؟ اف بريم ديال زيرو غوش عامل اكس ناقص صفر بلس اف لي صفر. تري بيان. اذا اف بريم شحال لقيناه؟ لقيناه هي زيرو. انا نعوضوها بزيرو. في اكس ناقص زيرو كلشي غيمشي لزيرو زائد اف لي زيرو هي واحد. وبالتالي اكراك كيساوي واحد. اذا هذه المعادلة ديال نصف مماس اكراك كيساوي ماذا؟ كيساوي واحد. تري بيان. دابا حنا حسبنا الاشتقاق كذلك أولنا النتيجة هندسيا. دابا غنمشيو ثالثا ألف. ثالثا ألف قالك بين أن إف بريم دو إكس كتساوي جي دو إكس مهما يكون إكس ينتمي إلى صفر بلوس لانفيني. ياك أن إف بريم دو إكس كتساوي ناقص إكس إكس بو إكس مهما يكون إكس ينتمي إلى موان لانفيني زيرو. تخي بيان. دونك غنبداو باللولة. نبداو باللولة. إذا غنديرو السؤال ثلاثة ألف قالك بين أن كتب
ولا مغاير هنا اف بريم مهما يكون اكس ينتمي الى 0 بلس لانفيني اف بريم تساوي جي دو اكس تخي بيان غنبداو كيف ديما اف بريم دو اكس كتساوي ماذا كنجي كنكتب الداله كلها هي اكس ln ديال اكس زائد واحد على اكس زائد اكس زائد واحد الكل بخيم هنايا ردوا البال هنايا غنخدم باش غنخدم هنايا باف في الجي بخيم شنو هي هي اف بخيم في الجي زائد اف في الجي بخيم وكذلك غنخدم باف على الجي اللي هي اف بخيم في الجي ناقص اف جي بخيم الكل على جي او كاري دونك هادو هما الجوج اللي غنخدم بهم في هذا الشقاق هذا صافي اذا نبداو تساوي هنا عندي الضرب يعني شنو غيولي عندي تولي عندي ln بحال عندي اكس بريم في ln انا نبداها من الاول باش هكذا نفهمو اكثر اذا تولي عندي هي اكس بريم في ln ديال اكس زائد واحد على اكس زائد اكس في ln اكس زائد واحد على اكس هادي كلها بريم زائد اكس بريم واحد بريم راه هو هو زيرو مشى تخي بيان دونك اكس بريم راه هي واحد اش بقى لي هي ln ديال اكس زائد واحد الكل على اكس زائد اكس هنايا ln دو اكس راه ديجا الشقة ديال ln راه قلت لكم شنو هي ln دو u راه هي u بريم على u وبالتالي شنو غتولي عندي كذلك انا غنفتح القوس تولي عندي هادي كلها بريم اللي هي اكس زائد واحد على اكس بريم على ماذا على اكس زائد واحد الكل على اكس شوية مشكلة هادي زائد واحد دونك خصكم تردوا البال اذا هادي بوحدها اشنو غتساوي لي نجي نحسبها بوحدها الا حسبتو هادي بوحدها هاد اكس زائد واحد على اكس بريم الا حسبتوها بوحدها غتعطيكم هي ناقص واحد على اكس اس اثنان المهم هادي راه ساهله تقدروا تحسبوها غنجيو نعوضوها هنا متفقين حيت فيها شويه الخدمه دونك انا نلخصها لكم باش تكونوا عارفين وبالتالي شنو غيولي عندي بقى عندي دائما ln ديال اكس زائد واحد على اكس زائد اكس فتح القوس هادي قلت لكم غنعوضها بناقص واحد على اكس او كاري حسبوها باش تاكدوا على اكس زائد واحد الكل على اكس زائد واحد طبيعي دونك هادي غنقلب شنو غتولي عندي اش كيبان لكم انا غتولي عندي هي ln ديال اكس زائد واحد الكل على اكس زائد اكس فتح معقوفه غتولي ناقص اكس او كاري ناقص واحد على اكس او كاري في اكس على اكس زائد واحد حتى هنا مزيان زائد واحد تخي بيان اذا انا غنحاول نختزل هادي مع هادي كذلك غتمشي ليا هادي مع هادي اللي بقات هنايا اذا شنو غيعطيني في الاخير هي ln اكس زائد واحد على اكس زائد باش نفهمو اكثر تبقى لي هي ناقص واحد على اكس عامل لي اكس زائد واحد زائد واحد غتمشي ليا دابا اكس مع هاد الاكس شنو غيبقى ليا بقى ليا ln ديال اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد زائد واحد متفقين وهادي راه هي لاحظتو راه هي جي دو اكس اللي عطينا في الجزء الاول شيا هي جي دو اكس اذا هادشي اللي طالبين مني اذا هادي راه هي جي دو اكس وبالتالي اف بريم دو اكس بينها كتساوي جي بريم دو اكس مهما يكون اكس ينتمي الى 0 بلس لانفيني تخي بيان دابا بينا المشتقه الاولى دابا غنشوفو المشتقه الثانيه اذا المشتقه الثانيه هي
المشتقة الثانية غنديرو ما يكون إكس ينتمي إلى موال لانفيني زيرو موال لانفيني زيرو ديال إف بريم. عندنا حنا المشتقة الثانية هي واحد ناقص إكس إكس بو إكس، هادي ساهلة غنطبقو فيها إف في جي بريم، راه هي إف بريم في جي زائد إف جي بريم. إذا هادشي اللي غنطبقو هنايا، إذا تولي عندنا إف دو إكس بريم كتساوي ماذا؟ كتساوي هذا بريم هي ناقص واحد مضروب في إكس بو إكس زائد واحد ناقص إكس إكس بو إكس بريم راه هي إكس بو إكس. إذا نحاول ننشر، أشنو غتعطيني؟ غتعطيني هي ناقص إكس بو إكس زائد إكس بو إكس، حيت غنشر إكس بو هنايا، ناقص إكس بو إكس 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 بو إكس، هنا هذا عدد المتقابلان. إذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني ناقص إكس إكس بو إكس ديال المشتقة الثانية هادي، بما يكون إكس ينتمي إلى موال لانفيني زيرو. تخي بيان، هنا مزيان. السؤال اللي من وراء قال لك اعطي جدول التغيرات، دونك جدول التغير خصنا نردي البال. اذا اول حاجه نكتب الدالتين بجوج قدامي. الداله الاولى لقينا ان اف دو اكس او المشتقه الاولى اف دو اكس كتساوي جي دو اكس، هذا السؤال رقم 3 باء. المشتقه الثانيه لقينا اف دو اكس او اف بريم دو اكس كتساوي ناقص اكس اكس بو اكس، هادي مهما يكون اكس ينتمي الى 0 بلس لانفيني، والثانية اكس ينتمي الى مهما يكون اكس ينتمي الى موال لانفيني 0. تخي بيان، دونك جي دو اكس حنا بيناه حسب السؤال السابق، لقينا ان جي دو اكس كيدايره أكبر قطعا، دونك هاهي جي دو إكس في هاد المجال راه موجبة، مهما يكون إكس ينتمي إلى هاد المجال، حنا تهنينا من هادي، دابا بقات لينا هادي، لاحظتو هنايا مهما يكون إكس عند إكس بو إكس راه دائما موجبة، إكس بو إكس دائما موجبة مهما يكون إكس ينتمي إلى مثلا موال لانفيني زيرو، دائما إكس بو إكس راه موجبة، وكذلك هاد ناقص اكس حتى هي راه موجبه. علاش؟ لان اكس ينتمي الى هذا المجال، حيت هنا هذا المجال تولي اكس، الا بغينا نحولوا المجال يولي اكس اصغر من صفر، الا ضربتي في ناقص غيتقلب، وبالتالي الا درتي الجداء ديالهم حتى هو راه غيكون موجب، وبالتالي هاد الداله هادي حتى هي موجبه مهما يكون اكس ينتمي الى موال لانفيني زيرو. تخي بيان، اذا لقيناهم بجوجهم موجبين، وبالتالي غنديروا جدول التغيرات بهذا الشكل. التغيرات، إذا هنا غندير إكس، هنا غنحط موال لانفيني، غندير موال لانفيني هنا بلوس لانفيني، غندير صفر، هنا لقينا صفر غير قابل للإشتقاق، ولكن راه متصلة في صفر، هادشي علاش حدي هنا، هنا غندير إف بريم، هنايا إف دو إكس، لقيناها، لقينا هادي موجبة مهما يكون إكس ينتمي إلى موال لانفيني زيرو. موجبة، وكذلك اف بريم دو كتساوي جي دو اكس في هذا المجال زيرو بلس لانفيني، راه لقينا حسب السؤال السابق راه لقينا كذلك موجبة. إذا وكندير تساعدي، إذا هذا الخط هذا، إذا في بلس لانفيني عطاتنا هي بلس لانفيني، وفي موال لانفيني حسبناها لقيناها هي صفر. إذا هذا هو جدول التغيرات. السؤال اللي من وراه، السؤال اللي من وراه قال لك بين ان النقطه ا دات اوف سول ناقص واحد نقطه انعطاف للمنحنى السي اف. اذا شنو غندير؟ بين ان النقطه ا دات اوف سول ناقص واحد، هنايا ملي كيقولوا لي دات اوف سول كيحددوا لي اش من داله غنخدم بها، بما ان اوف سولها ناقص واحد، اذا غنمشي للداله اللي المجال ديالها سالب، اذا المجال ديال السالب هي الداله التحتانيه. تخي بيان، اذا شنو غنجي ندير؟ ندير سؤال 4. إذا نقولو مهما يكون إكس ينتمي إلى
moins l'infini 0. Et f prime que c'est oui ناقص x expo x. Et je n'aurais rien à se bouder f seconde, mais je le prends en octet naïtaf. Donc on a déjà f prime. Et d'un an d'irou d'abord f seconde. Il y a une ou la f fait chatin. Donc je t'en ai ناقص x expo x prime. هذا جودة أرى معروف إذن إلى شقيته شنو غنخرجوا إشارة ناقص باش ما توفقكمش نحاولوا نشقوا غير هذا الشيء هذا اللي عندنا الداخل إذن غتولي هي إكس بو إكس زائد ماذا إكس إكس بو إكس دول الشقاق إذن نحاول نعمل بإكس بو تبقى لي ناقص هنايا إذن غيولي عندي هو واحد زائد إكس عامل إكس بو إكس très bien هذه هي f سكوند اذا كنعرفوا حنايا مهما يكون x ينتمي سندرسوا الاشاره ديال هذا الشيء هذا مهما يكون x ينتمي الى 0 موالا فين 0 راه عندنا ديما x بو x اكبر من 0 دي دائما كنعرفوا هذه دائما موجبه حتى x بو x موجبه على r وبالتالي غتكون عندي اشاره وبالتالي غنديروا اشاره f سكوند هي إشارة التعبير هذا اللي هو ناقص واحد زائد x غندخلو ديك ناقص غتولي هي ناقص x ناقص واحد إذن غنديرو f بريم أو f سكوند كتساوي صفر كتكافئ أن ناقص x ناقص واحد كتساوي صفر يعني أن ناقص x كيساوي واحد يعني أن x كيساوي ناقص واحد احنا بينا ان افصول ديالها ناقص واحد ندير دابا جدول ديال التقاعد بهذه الطريقه هذه حتى هو بحال بحال جدول التغيرات ولكن كنديروا فيه التقاعد طريا دونك هنايا غنحاول ندير المجال اللي عاطيني اذا المجال المحدد ليا هو فقط غير من موالا فين زيرو اذا كتنعدم في ناقص واحد إذن هنا هي f سكوند هنا هي غنديرو تقعر سيد f إذن هنا هي عندنا هنا كي دايرة سالبة x سالبة إذن شنو غتكون هنا هي غتكون هنا سالبة موجبة بالتالي غتكون هادي طالعة بحال هكا وهادي نازلة إذن هنا هي نقطة الانعطاف نقطة الانعطاف ذات الأفصول ناقص واحد والأرتوب إلى حسبته بالدالة إذا ناقص واحد تعطيك هي اثنان على إكسبو أس أو لا إكسبو اثنان على إكسبو دونك هذه النقطة أ ذات الإحداثيات تخي بيان دونك دابا جبدنا نقطة انعطاف السؤال خمسة قال لك بين سؤال رقم خمسة خامسا قال لك بين ان قال لك بين ان إكغيك كيساوي إكس زائد اثنان مقارب مائل للمنحنى سي اف بجوار بلس لانفيني دابا الاخوان عندنا دو تيب ملي كيعطيوني دابا هما إكغيك تيعطيوها ليا كتجي ساهلة مي بارفوا كيقولك ادرس فروع لا نهائية كيكونو جوج الأسئلة إما ادرس فروع لا نهائية إما بين أن إكغيك يساوي هذا إلا عطاوني هاد إكغيك أشنو تنجي ندير كنجي نحسب النهاية ديال إكس عندما يقولو إكس بلوس لانفيني ديال إف دو إكس ناقص إكغيك خصني نلقاها زيرو إلا لقيتها زيرو أوتوماتيكمون كنستنتج أن إكغيك مقارب ماذا مقارب مائل للمنحنى سي اف بجوار بلس انفيني اذا غنبينو نشوفو فعلا واش تعطينا زيرو ولا لا اذا ندير اف دو اكس ناقص اكغيك غنجيو نعوضو اذا الدالة اللي غنخدم بها هي اللي بجوار بلس انفيني هي اكس ln دو اكس زائد واحد على اكس زائد اكس زائد واحد اكغيك غندخل عليها الناقص غتولي هي ناقص اكس ناقص اثنان إذن هاد إكس مع هاد ناقص إكس غيمشيو عددان متقابلان إذن شنو غيبقى عندي؟ بقى
fin de x sin de mia ou x il est plus l'infini de x ln de x زائد 1 على x. هنا يبقى لي 1 ناقص 2 يبقى لي ناقص 1. très bien. وهذه راه كنا ديجا جاوبنا عليها في واحد السؤال هذه حسب السؤال السابق. السابق لقينا ان x عندما يؤول x الى بلس انفيني ديال x ln ديال x زائد 1 على x لقيناها كتساوي 1. هما راه القادم من هاي السؤال واحد شيء انا ديجا جاوبنا عليها. دونك نجيو نعوضوها بالقيمه ديالها. دونك الى عوضنا بالقيمه ديالها 1 ناقص 1 تعطينا 0. اذا هذاك الشيء اللي انطلقنا منه لقينا كيساوي لنا 0. يعني بلس انفيني ديال f دو x ناقص y لقينا كتساوي 0. ومنه cf اولا منه نقولوا cf منه y يساوي x زائد 2 مقارب مائل للمنحنى cf فيجوار بلس لانفيني. très bien. دابا جاوبنا على المنحنى. دابا بقى لينا السؤال الاخير اللي هو ماذا؟ اللي هو الانشاء. دونك الانشاء تبعوا معايا كيفاش غندير الانشاء المنحنى. السؤال الاخير دونك السؤال الاخير نحاول نوضح فيه جميع المعطيات اللي عندي في التمرين. اذا نحاول نرسم حيت غي بيدي نحاول نرسم. دونك هذا إيكغيك وهذا إكس هنايا أو نتوما بيان سيغ يكون عندكم مسطرة وهذا باش تجاوبو. اثنان ثلاثة على ذكر المنحنى حتى المنحنى راه كيعطيو عليه نقطة إلا كان مقاد واحترمتي السلم لي كيكونو عاطينك. دونك هنا لي ضيق الوقت دابا راه تقريبا راه 12 الليل. دونك رسمي بيدي 3 4 5. تخي بيان. دونك اول حاجة كنبدا بها هو المعطيات اللي عندي. عندي واحد المعطى اللي هو y يساوي x زائد 2. هذا اول واحد غنرسمو هو هذا المقارب مائل. اذا برشا نرسمو كنجي كندير هذا الجدول هذا كنعطي x 0 y تساوي هي 2. الى عطيت y 0 x غتساوي ناقص 2. اذا غيكون عندي جوج نقط. النقطه الاولى ذات الافصول 0 2 النقطه الاولى. النقطه الثانيه ذات الافصول ناقص 2 0. اذا هذا هو المستقيم الاول. هو نرسمو باش نرسمو بالاحمر. اذا غيمر لي من هاد جوج نقط. اذا هما هذا هو y يساوي x زائد ماذا؟ زائد 2. تخي بيان. حاجة أخرى عندي كذلك نقطة انعطاف خصني نديرها هي تاهي خصني نديرها. نقطة انعطاف ذات الأفصول ناقص 1 2. إذا لاحظتو ناقص 1 لا 2. دونك ذات الأفصول ها هو ناقص 1 والأرسوبة تكون تقريبا هنايا. إلا حسبتوها هادي هي نقطة انعطاف نديرها باللون أخضر. هادي هي 2 على أو إلا لقينا هنايا 2 على أو هاهي لقينا فاش كنا حسبنا نقطة انعطاف ذات الأفصول ناقص 1 والأرتوب إلا عوضنا بناقص 1 تعطينا 2 على أو. تخي بيان. دونك تقريبا غتكون هنايا نقطة انعطاف. نشوفو شي معطى آخر بالنسبة للشقاق. كنا حسبنا الشقاق قلنا ان f غير قابل للشقاق غير قابل للشقاق ودرنا نسمع ماس. اذا غير قابل للشقاق اذا لقينا f غير قابل للشقاق على اليمين cf يقبل نسمع ماس عمودي موجه نحو الاعلى في النقطه ذات الافصول ماذا ذات الافصول 0 1. اذا الافصول ها 0 ها 1 ها 0 ها 1 اذا موجه نحو الاعلى. اذا غيجي هنا ها هو درنا ليه نديرو ليه فلاش هو بالازرق. تخي بيان. وكذلك الشقاق على اليسار لقينا ان سي اف يقبل نصف مماس بالمعادله y كتساوي 1
ديال y كتساوي واحد خلاص عطينها هي y كتساوي واحد ولكن يكون واحد المقاس هنا افقي بهذا الشكل. تري بيان، دابا عاد غنجيو كذلك، نجيو دابا نشوفو المعطيات اللي عندنا. عندنا كذلك جدول التغيرات هو اللي غنعتمد عليه. لاحظت واحد في موالم فين كتساوي صفر، يعني ان y كيساوي صفر كيدير مقارب منحنى الصائف، هادشي اللي لقينا. وبالتالي الرسم اللي غنرسم، اذا قلنا هنايا غيجينا مقارب y، هذا هو y كيساوي صفر، y كيساوي صفر هو هذا، حيت ملي حسبناه في موالم فيني عطاتني صفر. اذا y كيساوي صفر او y كيساوي صفر مقارب ماذا؟ مقارب منحنى الصائف بجوار موالان فيني. اذا غيمشي معاها المقارب ها المكا بالطريقه هاي تما غادي وغيطلع حتى لهنا هاد نقطة الانعطاف لاحظتو، وغيبدل اللون الاحمر باش يبان احسن. دونك غيجي بحال هكا حتى لهاد نقطة الانعطاف وغيغير الاتجاه ديالو وغيمشي مع هذا وغيطلع من هنايا لاحظتو، وغيقرب المقارب المائل لاحظتو، غيكون هذا هو المنحنى الصائف. هذه الطريقة ديال إنشاء المنحنى الصائف. كنحاول نوظف المعطيات وكذلك التأويلات الهندسية اللي عندي في التمرين. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدالة هادي لي المهم ديزولي بوغ لو غوطاغ، حيت كنت قلت لكم نبدا شوية بكري ساعة نظر للظروف ديال العمل ما جاش الوقت هو هذاك. دونك بون كوراج، وانتظرونا في فيديو اخر. بالتوفيق للجميع وشكرا.